عودا إلى القرون الوسطى، عاد بنا عام 2017 إلى أسواق النخاسة الاتجار بالبشر دون أدنى رحمة، والأزمة المتفاقمة في ليبيا ستنتقل معنا إلى 2018 دون تردد. الاتجار ووعود المهربين المنسلخين عن آدميتهم يطبقان على التواقين إلى الهروب إلى الحرية عبر متوسط الموت في أوروبا. التقارير تشير إلى أن هناك مزادات لبيع المهاجرين من قبل مهربين كمزارعين، غير معاملتهم كأكوام بشر زاجين بهم في مستودعات ليست للبشر. خالوا الوفاض إلا من حلم الوصول إلى أوروبا، جاءوا وفق الحلم المتبدد من النيجر ومالي والسنغال وغيرها. الآلاف منهم لم يبق لديهم المال ليملأوا به جيوب المهربين، فاضطروا إلى معاملتهم كسلع رخيصة بأبشع ما يمكن تصوره. منظمة الهجرة لا تكف عن التنديد بحالات اغتصاب نساء ومعاملة سيئة ومهينة وإجبار على العمل بالدعارة. بالمقابل تصر مفوضية الشؤون الاجتماعية الإفريقية على عدم وجود كل هذا، ما لم تنتهي التحقيقات التي بدأت منذ أشهر. محمد جمال، العربية.